من 50 سنة في البساتين، هويدا أشهر جزار، عارفة الجمل من نظرة عين، بخبرة ويقين وشطارة. مش هي برضو اللي بتذبح، لكن بتفهم في التقطيع. زباينها ياما ما شاء الله، طول النهار واقفة وبتبيع، والصنعة ورثوها عيالها وفتحوا جنبها في البساتين بكفتة الرز الجملي، مشهور والناس عارفينها. لا عمرها بتكسف مخلوق، بالعكس دي بتديك عينها. صباح الفل يا ست هويدا. صباح الورد. ان شاء الله يا رب رمضانك يجي حلو ويبقى موسم جميل عليكي وعلى كل الناس. ربنا يخليكي ويبارك لنا فيك يا رب. احنا بنسمع عنك يا ست هويدا من اول البساتين خالص، بيقولوا هويدا امبراطوره الجمل. ايوه، حكايه الامبراطوره دي يا ست هويدا؟ والله الامبراطوره دي طلعها عليا جزار بتاع لحمه بلدي عجالي. كنت انا في الاسعار، منزله في الاسعار ومدغدغه السوق، بتحاربيهم، وهو بقى راح قايل طلع عليا الامبراطوره بقى دي. بقى بس كان قصده حاجه وحشه يعني؟ لا لا لا، امبراطوره ناديه الجندي. ايوه صح، غير من ناديه. أيوة. بتحبي ناديه الجندي؟ روحي فيها مش كده؟ عملت ادوار. نفسي امثل فيلم في المذبح زي ناديه الجندي. انت عايزه تمثلي على فكره؟ ممكن. ايوه والله، لو انت قفلتي الجزاره ممكن تشوفي مستقبل مختلف. عايز باذن الله. مش وراكي رجاله ماسكين المنه؟ ايوه طبعا، ولادي ربنا يخلي عيالي. بس كده معايا ولدين في الجزاره. كنت هقول لك عندك عيالين ولدين في الجزاره، والبنتين متجوزين برضه، والولدين متجوزين بس متعلمين الجزاره. شغلتيهم جزارين؟ اه. مين اللي علمك انت يا استاذ؟ والدي. يعني والدك كان جزار برضه؟ انا ابا عن جد. وجدك جزار؟ جد. ايوه، سلحتي لقيت نفسي منشوقة في الجزارة. من البساتين؟ لا، كنت في القلعة. كنت في القلعة الخليفة تحت. أوه. الخليفة. أوه. وبعدين؟ وبعدين لما جيت اتجوزت وكان مبلط إيشاني الله يرحمه بقى، وأبوه كباب جه بيتعامل معانا في اللحمة. ثانية، يعني هو كان من منطقة البساتين؟ لا، منطقة السيدة عائشة. برضه هنا. أوه. يعني اللي هي بتاعت الأحجار. وكان أبوه بيتعامل معانا في الشغل وكده، وهو كان بيسافر السعودية ويجي وكده، وكان متجوز 6 قبلية، وجي اتجوزنا انا كنت زوجة 7 بالنسبة له. 7؟ وازاي تتجوزي راجل متجوز 7 مرات؟ بس هو كان مطلق كله، ما كانش عزمته حد. وما خفتيش الراجل اللي بيتجوز كتير ده؟ لا ما خفتش والله، انا اتجوزت عشان كنت الشغلانة مزهقاني، فالنصيب ان انا قعدت معاه، جبت منه 4 عيال، وكان راجل نعمة الرجالة والله يرحمه. مات. كسرني. موته كسرني، بقى له 7 شهور. ده قريب. 16/8 يوم عيد ميلاده. مات يوم عيد ميلاده. وكسرك ازاي؟ كسرني. الاعمار بيد كان سندي، كان ظهري. ما شفتش راجل بالثقه اللي يثق في مراته وكل ما يملكه، حتى الجلابيه اللي عليه تبقى باسمي. هويدا، انت قلتي انك عندك 4 عيال، ولدين وبنتين صح؟ أيوة. اساميهم ايه؟ معايا محمد الكبير، يعني مش الكبير اللي بعد البنات، يعني معايا مها ديت الكبيره، ومعايا شيماء. انت جبتي بنتين الاول؟ بنتين الاول شيماء، وبعدين محمد، وبعدين احمد. وحتى بعد ما جبتي البنتين، الراجل اللي كنت متجوزاه الجميل اللي بنحبه ده كان عادي وجاب البنات؟ ايوه، عشان هو ما خلفش من الاولانيين طبيعي كمان. ال7 اللي اتجوزهم دول ما عندوش عيال؟ ما خلفش. لا لا لا، الا مني انا بس. معقوله؟ اه والله. كان عندك كام سنه لما اتجوزتي؟ كان عندي 17 سنه، جبت بنتي الكبيره دي تمت شهر وانا تمت 18 سنه. معقوله يا ست هويدا؟ 17 سنه؟ اه والله العظيم. يعني انت اتجوزتي راجل متجوز قبليكي 6 مرات وانت عندك 17 سنه؟ وكان اكبر مني ب 11 سنه. بعد كده جبتي مها وشيماء، والولاد بقى محمد واحمد. نفسي اتعرف يا ست هويدا على حد من ولادك، بنات ولا اولاد اللي موجودين؟ اللي موجوده دلوقتي شيماء دي هويدا الثانيه. هويدا الثانيه؟ اه. طب ينفع والنبي نتكلم شويه مع طبعاً. شيماء؟ شيماء، انا لما قلت لست هويدا عايزه اقابل بنتك ما كنتش فاكره ان ست كبيره كده هتيجي. صغيره. ده انت كمان الصغيره. 39. اللي بعد مها.
مهر باين يعني ما شاء الله جدا جميله وقمر، بس شكلك كبير قوي عليها. ما هو 17 عملته كده ازاي؟ لا وكمان موت بابا هو اللي خلانا كده، يعني موت بابا خلى الواحد حزين عليه، فالحزن بيكبر. عمر الابتسامه ما بتكبر، بس ما فيش ابتسامه من بعد بابا، بعد الاب ما فيش حد بعده. انت متجوزه يا شيماء؟ اه. وعندك عيال؟ اه. وجوزي كويس معايا. وجوزك حلو؟ اه كويس. نقيتيهم ازاي يا استهوات؟ نقيتي الجواز دي ازاي؟ لا والله هو شيماء جالها، هو معتز الكابتن معتز ده من شرطه، و جه يعني اتجوزها وكده، وجايبه معاه منه 3 عيال. ما شاء الله. الله سعيد وهبه وندى. سعيد على اسم بابا. اه. انت شيماء سعيد. اه. انا بحب بابا جدا. اسم فني. وبحب ماما طبعا، بس يعني عايزه اقول لك ان الاثنين ما يتعوضوش. ما طبعا. ربنا يبارك في عمرها. طبعا. هو انت حيلتك ايه غير امك وابوك؟ أيوة ما في الاول على فكره. كفايه ان هم يعني بابا ساعدنا في الدنيا كتير قوي. حنين جدا. طبعا ماما برضو كان حنيه كلها. هي الام وهي كل حاجه. انت احنا هنا استهواده؟ اه طبعا. مع ان المفروض يعني المراه والسطور يعني المفروض انك ست جامده، بس برضو احنا حنينه جدا. لا لا بتجمد على عيالها طبعا. لا طبعا. ولا على اي حد. لا 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 ماما مش وحشه خالص. انا بصي حتى شغلانتي ديت يعني في ناس بيقولوا ان انت مش جزاره. ليه شغلانتي ديت؟ بصي حب الناس، كميه الناس اللي بتحبني ما اقدرش اقول لك عليهم، يعني كمية جامدة أوي الحمد لله. بحب الناس كنز جامد. وانت ما شاورتيش عقلك كده انت كمان تتعلمي؟ انا بحب الشغلانة دي جدا. اتعلمتيها؟ اه كل حاجة فيها، بس فعلا. ما بمسكش سكينة لأني عمري ما هتعدى على ماما. لا مش فاهمة الحتة دي. ما يعني ممكن عمري ما هبقى لا عمري ما هبقى انا يعني ربنا يخليها في الدنيا ويخلي حسها في الدنيا يا رب. عمري ما ان انا هقف بقى جزارة وهي كل حاجة. انا ممكن اقف وعارفه كل حاجه في اللحمه. ما تراجعي على الصنايعي. وقف زي وقف زي الصنايعي، لكن ما اقفش على قرمه. ماشي، بس ممكن تقفي تحاسبي، ممكن تقفي صاحبه بتقف. لكن هي هويده واحده بس. هي هويده ربنا يخليها. هي امبراطوره واحده بس. ده انا هاكل جملي عشان خاطرك. ده الجملي على فكره انضف اللحمه. الجملي وانف جدا. بس مش انت اللي بتذبحي يا استهواء؟ لا بذبح في المجزر. بتذبحي في المجزر؟ المجزر. اه. بتجيبي الذبايح بتاعتك كل قد ايه؟ لا انا اول شغلنا من يوم الثلاث، اخرنا يوم الحد. من الثلاث للحد؟ تبع السوق بقى، ممكن اذبح كل يوم، ممكن يوم بعد يوم، تبع الجو. طب قولي يا استهواء، انت بقى لما تيجي تنقي الذبيحه دي، انت بتنقي الجمل وهو صاحي واقف ولا بس؟ الجمال بتتنقى بنظره العين. يعني ايه؟ يعني ما بتاخدهاش ميزان، صاحيه بتاخديها بنظره عينك، بتحدديها وانت واقفه كده الجمل ده يجي كام كيلو. طب ليه ما بيوقفوش على الميزان يوزنه؟ لا ما يوقفوش على الميزان. اشمعنى؟ تاخد نظره العين. العجول ماشي، الجملي لا. اشمعنى؟ هو كده احنا طلعنا لقينا كده، لان الجملي ما يتوزنش. غريبه قوي الحكايه. الجمال ان بنظره العين. طب انت تنقيه بقى على اي اساس؟ انه سمين ولا انه جزار؟ ليه نظريه بقى. ايه بقى عايزة؟ والجمل اللي عظمه تقيل وعظمه خفيف بيبقى باين برضو في هيئته. في هيئته كده. صحيح. انت بتعايزه واحد يرمي لحمه كتير؟ اه. بيكون ما يكونش عدم، ما يكونش كده عدم يعني صحته على قدها. لا عظمه كتير. اه عظم يعني مثلا معظم. في كيلو لحمه تلاقيه قد كده، وفي كيلو لحمه تلاقيه قد كده. بنبقى يعني عارفين برضك ان هو مثلا هيقع سمين او احمر. اصل دي شغلانتنا احنا. سمين ولا احمر؟ دي شغلانتنا احنا، بنبقى فاهمين الدنيا ايه. اسمه ايه؟ خرع؟ خرع او ناشف. ناشف ده يعني في ترياق ميه. في ترياق ميه بيبقوا في التجار في سوق الجمال بيبقوا حاطين الخرطوم بيصنعوا الجمل. طبعا يشربوه كتير. يشربوا ميه. ما بيعرفهاش ويفهمها الا الجزار. ماشي يلا عملي بقى. الدرس العملي. حي البساتين واحد من أكبر أحياء القاهرة، بتجاوره أحياء مهمة زي المعادي ودار السلام والخليفة، وبيرجع تاريخ البساتين لأكتر من 1000 سنة. كانت البساتين منطقة شعبية ريفية في الأصل، وكان اسمها بساتين السلطان، وكان بيسكنها لحد الستينات مجموعة عائلات شغالة في الزراعة أو
في مجال البناء والمحاجر المنتشرة في المقطم وعين الصيرة وترى وحلوان. بيتبع قسم البساتين مناطق سكنية كتيرة، منها عزبة دسوق والبير، ده بالإضافة لمنطقة فايدة كامل وعزبة الورد وعزبة النصر. هنشتغل بس هويت. طيب عايزه بقى توريني كده كيلو حلو عشان هاخده بيت هقطعه اطبخه بباميه. ماشي وريني. ده حمرا وجميله اهي، جميله. سلم ايدك. ده بقى يفرق ايه في سواس هويده عن اللحمه العاديه؟ لا، هو كل حته لحمه ليها شكل. يعني في دي الرقبه ديت للكفته ام رز وللبرغل والحاجات ديت. دي رقبه. ديت مثلا للخضار، كل حاجه في مفهوم ساده اللي هي قطعيه، كل حاجه لها قطعيه. ها، لكن طعمها يفرق؟ مش قصدي احلى ولا اوحش، في فرق في الطعم ولا زيها زي العجالي؟ زي العجالي واحلى من العجالي كمان. احلى من العجالي كمان. انت اشمعنى الجملي اللي نقيتي تشتغلي فيها ستوري؟ هي ابا عن جدا، دي مهنه والدي. ها، شفي لي، انا مش عايزه ابيض خالص. ماشي، يعني في الميزان وزني الاول وبعدين شيل اللي انت زي الفل. هي ما فيهاش ابيض خالص عشان احنا على طول رجيم. هنشوف بقى بعد كده موضوع ايه الجملي ده، يمكن نعجب بيه. وميزانك حلو يا استهويده وكده، عشان كده الناس بتحبك. وزني بره دايما دايما. لا لا، مش وزني بره، دايما يقولوا الجزار. لا 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 لا، بصي هقول لك حاجه، ليه بطلبه باخده من الزبون؟ صح. اغشه ليه؟ صح. طب اسمعي، انا وانا جايه شفت عظم كبير قوي قوي. استني اما اجيب لك عظمه من اللي انا شفته اهي. ده بيجي دي ماسوره، ناس تاخد مواسير من دي ماسوره. بتيجي تاخدها بتعملوها شوربه، بيعملوها على القلقاس. والقاس في بيعملوها نخاع للشعر، ياخدوا النخاع اللي جوه يعملوا بس الشعر. نغليها كتير كتير كتير. ايوه بتتكسر. وحتى العظمه دي تعرفي تكسريها؟ بتتكسر، بس الصنايعيه اللي بتكسرها. الصنايعيه اللي يكسروها. مين الصنايعي البريمو الاساسي بتاعك؟ عم علي، ده راجل 100 100، عندنا من عمري التاني. عمري تاني يعني يعتبر. انا بقول لاولادي ده عمكم اخ ابوكم. طب اسمعي، انا اسمع ان انتوا مشهورين قوي بكفته الرز. ايوه. ايه موضوع كفته الرز؟ احلى كفته رز عند هويده الامبراطوره. احلى كفته رز عند هويده اللي ما اكلش من هويده كفته رز عمره ما اكل كفته بعد كده. فعلا. ايوه يعني والله. يعني احنا الكيلو، انا هشتري 2 كيلو، الكيلو الثاني اللي هشتريه نعمله كفته رز؟ عيني اعمله لي. طب بس اسمعي، الرز بتجيبيه منين؟ نشتريه من اي عطار بره؟ نشتريه ولا في زبون يجيب لك الرز؟ لا، في زبون بيغسل الرز والخضره والحاجه وبيجيبها وبيوفرها. الله. طب وانا وانت عمرك ما تعملي كده ولا انت ممكن تعملي انت كده؟ لا بعمل. يعني افرض انا زبون مش مجهز حاجتي، ببعت نجيبي الحاجه ونجهزها لك ونديها لك. نعمل كده. اللي انت عايزاه. انا عايزه اعمل اللي انت عايزاه. ما دام انت اشهر كفته رز، انت شوريني ندوق كده كفته الرز من عيني. طب احكي لي بقى، انت كنت قلتي لي انك عندك احفاد كتير. وفي حفيده انت اللي مربياها. 13 حفيد ومعايا هويده ديت بقى انا اللي مربياها معاها. ازاي؟ اشمعنى انت اللي مربياها؟ عشان هي كانوا توأم وكده، فانا خدت واحده من بنتي واحنا وهي واحده. يعني قلت لها التوأم صعب شويه. قلت لها هاتي واحده وخدي واحده. خدت لارين، وبعدين لارين لقيتها بتعيط كتير وما بقتش عارف اشتغل. رجعتيها لامها وقلت لها خدي. رجعت قلت لها اديني الهاديه. هاتي الهاديه. طلعت الهاديه شعلونه والثانيه طيبه. انا بقى عايزاكي ايه، تحضري لي كيلو. مش جبتي لي الرز وحاجتك؟ ايوه. يلا هشيل بقى ده من قصادك كده. عينيا. بسم الله الرحمن الرحيم. فهي لحمة مخصوصة يا ست هويدة اللي بتتعمل بيها الرقبة. أحلى حتة. ماشي. ها وريني الأول مفرداتها كده. ده الرز وخضرة. رز وخضرة. وثوم وبصل وتوابل. على كيلو اللحمة قد إيه رز؟ هو في بنحط نص كيلو، وفي بنحط كيلو ولا ربع، وفي صحابات العيال بيحطوا كيلو على كيلو. لا لا لا، أنا عايزة رز قليل. تبقى كلها لحمة. أيوه. نص كيلو ونص. ماشي. على نص. وتتفرم بقى. وتتفرم. يلا. المفرمة عالية قوي، مش عالية عليك يا ست هويدة؟ لا، هي عشان كبيره بس. والرز يبقى منقوع يا ست هويده ولا لا؟ بيتغسل على طول. مغسول ومحطول. محطول. ماشي. وادي اللحمه اهي. وادي اللحمه. شكلها جميل. بقى الف هنا وشفت.
يا اسلام ياخدوها يفرموها في المحل التاني. خدي يا علي والنبي اديها لاسلام. خدي يا عم علي استنوا ما تفرموهاش الا لما نجي لكم. يا ست هويدا كان يوم جميل جدا جدا جدا. وانا سعيده بيك قوي قوي والله وكان يوم عسل. بعدين حفيدتك ندى جت تقول لك انا عاوز اطلع على الجزاره. جزاره زيك وزي عم علي وزي اسلام. ما شايفه الجزارين لزاز وطيبين. ربنا يعزك يا رب. وانت ست الستات. ربنا يعزك. ست الستات الامبراطوره فعلا. ربنا يعزك ربنا يعزك. وهقول لك عجبتني الكفته وهكلمك واقول لك. خلاص ماشي. افتكريني. طبعا زي ما احنا كده ايه بقول لك افتكريني هدي لك حاجه جميله قوي معانا فنانه زميلتنا اسمها ساره الله يخليك بترسم لابطال الحلقات بتاعتنا صوره كده حلوه أيوة. برواز بازازه كده تحطيه في المحل تفتكرينا بيه ربنا يعزك يا رب الله يا ساره احلى صوره كان نفسي اترسم والله حلوه والله كان قوي نفسي اترسم كان نفسي اترسم حلوه زيك ربنا يعزك وطيبه وقويه يعني ساره ذكيه عملت أيوة. كل الحاجات الحلوه كده فيها جميله جميله مين كان يقول ان الستات تقوم بشغل الرجال وتحاجي على البيت والاولاد في عز ما تكون شغال ايه اللي بتنزل من نجمه في السوق بتبيع زي العاده واللي تخيط على مكنه عشان تجيب قرش زياده واللي في محل بسيط قاعدة تبيع كيسين سكر أو شاي بيعملوا كل ده إمتى؟ بجد أنا معرفش إزاي سبحانه من قدر حواء على كل ده ربك بيعين وهبها مع ضعفها قوة خلتها قادرة تقوم بدورين